مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج صوفا شن، البرنامج الوحيد اللي يجيب لكم مستجدات الموضة. في هذا العدد من برنامج صوفا شن درنا لكم تغطية على الديفيلي جيتكس شو اللي كان بقصر المعارض. سي دي برودوي كي دواف اتر ايمي بار بوكو دو بيرسون. الشيء اللي ميز هذا الديفيلي انه الألبسة كانت 100% من صنع جزائري، وكان فيه أكثر من 100 بدلة، وهذا الشيء لأول مرة في الجزائر. C'est 100% algérien, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça fait plaisir de voir que Bdaoui Dello le prêt-à-porter 100% algérien. Initiative Mleha, on doit l'encourager. On est algérien, on doit s'habiller algérien. Et vive mon pays! كل هذا يأتيكم أمسية الأحد في الأوقات التالية.